السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم يا أصدقائي. كانت الحلقة السابقة فيها الكثير من الصراعات مع الأحداث القوية، وهناك ما شاهدنا في الحلقة السابقة من خلال الكمين الذي وقع عليه السيد عثمان مع علاء الدين والسيد بيهان وباقي المحاربين. هنا الكثير من المشاهدين والمتابعين يسأل: كيف سيتمكن عثمان وجميع المحاربين من التخلص من هذا الكمين الذي نصبه له السيد قراصي؟ أنا أعتقد يا أصدقائي أن السيد عثمان والمحاربين قد يستمروا في المحاولة لتخلص من هذا الكمين، وهذا الكمين هو الشباك الذي حصرهم جميعاً في مكان واحد. وهنا أعتقد أن السيد عثمان مع المحاربين قد ينجح من التخلص منه. أو الاحتمال الثاني، قد تظهر شخصية جديدة وتنضم للمسلسل وتكون لها بطولة في هذا الأمر، هي مساعدة عثمان من هذا الكمين. وهنا عندما يعرف السيد قراصي أن عثمان تمكن في التخلص من الكمين، وبذلك سيهرب السيد قراصي مع محاربيه حتى لا يتم كشفه عند عثمان. ومن خلال مشهد تواجد السيد قراصي في قبيلة الكاي ويقف بجوار السيد عثمان، سمع خطاب عثمان أمام القبيلة. هنا كان تواجد السيد قراصي هو أن السيد عثمان استدعاه إلى الحضور، وهذا دليل واضح أن السيد قراصي لم يكشف عثمان عن المكيدة التي قام بها له السيد قراصي. وهنا قد يستمر السيد قراصي على تدبير خططه الشيطانية على السيد عثمان وقبيلة، وذلك لأن الطمع والجشع له يكره السيد عثمان ويطمح أن يكون هو الأقوى بين السادة. أما عن مشهد الأميرة هولوفيرا والسيد أورهان، هنا من المحتمل بعد الكمين الذي حصل للسيد عثمان والمحاربين قد تسبب في عدم وصوله في الوقت المناسب إلى إنقاذ أورهان. والأميرة هولوفيرا من الجنود الصليبيين، هناك احتمالات على إنقاذهما. هي واحد احتمال بذكاء الأميرة هولوفيرا، قد تستطيع إبعاد السيوف إما بطريقة ما وبعدها يساعدها أورهان. والاحتمال الثاني، قد يعود محاربين أورهان ويتم المساعدة عن طريقهم. أو الاحتمال الثالث، قد يستطيع عثمان بعد التخلص من الكمين من الوصول في اللحظة الأخيرة ويتم إنقاذهما وقتل الجنود الصليبيين ثم يعودوا جميعاً إلى القبيلة. أما عن الجانب الآخر، السيدة بيجوم تقوم بعرض المحاربات بشكل بطولي أمام السيد عثمان، وتحدث عثمان أنها ستأتي خلفه دوماً بالسيوف في الطريق الذي فتحها السيد عثمان. هنا هدف السيدة بيجوم التقرب من السيد عثمان، ومن أجل كسب ثقة السيد عثمان منها، وأيضاً إظهار قوتها أمام عثمان بعدما فشلت في حماية قلعة كارادين من الانفجارات التي وقع داخل القلعة عن طريق الأعداء، وتأمل على أن السيد عثمان يتراجع عن قراره السابق وتعود لها القلعة مثل ما كانت سابقاً. وأما عن الجانب الثاني، كان الكثير يريد معرفة سر المحارب الباي، من يكون ولماذا لم يكشف سره للسيد عثمان. لكن كان في الحلقة السابقة في موقف ابنته عائشة عندما فتحت الصندوق وأخذت خنجراً، وهنا فتح لنا سراً من يكون الباي. وعندما شاهد الباي الخنجر أخذه منها وقال: هذا خنجر جده السيد سونغورتيكين، وهذا يعني أنه من أقرباء السيد عثمان. ولكن يوجد الكثير من الأسرار لم نعرفها بعد، ولكن سيأتي وقتاً سنعرفها جميعاً، ويخبر عثمان بكل شيء. أصدقائي، نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى لايك للمقطع والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيه، وشكراً لكم.